حدود الله لا نقربها ولا نعتديها. لا تقربوها لا تعتدوها. تمام. طيب إذا تعدى الإنسان حدود الله فقد ظلم. فالظلم هو تعد الحد. الظلم تعد الحد. تمام. تمام. لأن إحنا يجب أن يتعامل بيننا وبين بعضنا وجوه التعامل في ركائز ثلاثة أو محاور ثلاثة. الأول. إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم. تمام. فإذا تعاملنا بالعدل دائما. أيوة. حتى في البيوت. انقلب العدل إذا تراجع الحالة النفسية والروحية والمحبة بين الزوجين دخل في مرحلة الظلم. فأنا أرى أن البيوت لا تبنى على العدل، تبنى على الفضل. على الفضل. فإذا تأخر الفضل صرنا في دائرة العدل. أما إذا صرنا زي بالضبط قضية الحلال، إذا تأخر العدل صرنا في دائرة الظلم. الظلم بالضبط كده. فزي بالضبط قضية الحرام والحلال والورع. لو عشنا في دائرة الورع انخبت شعلة الإيمان في قلوبنا، رجعنا لمنطقة الحلال. لكن لو اكتفيت بالحلال فقط أرجع لبركات الحرام والشبهة. صحيح كده. فبالتالي المجتمع الإسلامي يجب أن يبدأ في تعامل بالفضائل وليس بالفرائض فقط. سليم. زي بالضبط للنوافل. النوافل معمولة ليه؟ أنا عندي بيت على قارعة الطريق. نعم. وغبت عنه أياما، صار باب البيت ونوافذه على قارعة الطريق، أي لص يريد أن يسرق الدخول بسهولة إلى البيت. لو أن صحيح. بيتي هذا فيه كاميرات وفيه حديقة، اللص إذا أراد أن يدخل أولا يمر عبر ممرات الحديقة. هذه النوافل هي حدائق الإيمان التي تحيط بالفرائض. فإذا أراد لص الحسنات وهو الشيطان أن يدخل، لن يدخل على صلاة العشاء فقط على طول مرة واحدة. سليم. لا يدخل على النفل، على الشفع، على الوتر اللي هو واجب عند أبي حنيفة أو سنة مؤكدة عند الغير. يبقى أنا عملت إيه يعني؟ حيث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سليم. فالمرحلة دي ترفعني عن مرحلة الظلم. لكن الظالم كما أورد أستاذنا هو لا يراقب رب العباد عز وجل. لا. بل ونسي رب العباد فنسيه. ليه؟ لأنه لو علم أن له رقيبا وحسيبا يحاسبه على صغير الأمر وكبيره تذكر قدرة الله عليه. إذا أردت أن تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. سليم. في واحد أكبر منك يظلمك. نعم. سيأتي بالحقوق يوم القيامة. وإذا أردنا في كلمة أخيرة أن نرفع الظلم الذي علينا من كل مؤسسات العالم على المسلمين، وجب أولا أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا.